كل حال ليست بسابقة، وقعوا هزات في الماضي احنا بزاف، ولكن هذا الأمر يعتبر زلزال ليس مثل الذي لا نعرفه ليوقع في أماكن زلزالية. هذه المنطقة مصنفة منطقة هادئة، ولكن يقدر يوقع من حين إلى آخر هزات مثل هذه، ولكن أسباب تحتها تكون ربما ليست تكتونيكية، يعني نتيجة تحرك القارات أو اللوحات، لأن لا يوجد لوحات هناك، بل تكون ربما انفجار غازات باطنية أو أمر آخر من أنواع الزلازل النادرة، لأن المنطقة كما تعلمون الصحراوية دائما فيها نشاط جيوفيزيائي من نوع آخر ناتج عن البترول والغاز اللي يكون تحت الأرض، تحدث انفجارات طبيعية من هذا النوع يعني. وهذا اللي نقدر نقوله بخصوص هذا الزلزال. أما بخصوص الهزات الأرضية الأخرى الواقعة في الشمال في ميندية وأماكن أخرى من القطر الجزائري، هذه دخلة ضمن النشاط العادي الموسمي، عندما نخرج من فصل وندخل في فصل دائما في شهر أكتوبر منذ أن خلقت الأرض فيها نشاط زلزالي مرتقب، وكنا ننتظره، وهذا شيء يقع بصفة عادية. كلتا الهزتين تعتبر داخلين في النظام العادي الموسمي لنشاط الزلزالي في الجزائر. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.